بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. انا ناصر من السعوديه. طبعا انا جيت هنا في مريشوس، ما كنت اتوقع مريشوس صراحه بالجمال هذا مع هذه الشركه الجميله، شركه السياحه في مريشوس. شركه السياحه طبعا يعني تراسلتهم عن طريق الانستغرام، تعرفت عليهم في الانستغرام. يمكن تلاحظون اذا بحثتوا في الويب سايت الانستغرام ممكن تلقون افضل الاماكن هي اللي شركه السياحه يعني راح تكون منظمتها. طبعا انا شفت الشيء هذا، شفت افضل الصور افضل المقاطع، واحد من انستغرام وهو طالع عن طريق الشركه هذه. راسلتهم وتواصلت معهم ونظموا لي البحث. صراحه اول ما جيت مريشوس كنت يعني شاكك كيف وضع مريشوس، كيف يعني كنت افكر زي المريخ ما فيها نشاطات، ما يعني بالنسبه لنا كسعوديين مريشوس لا زالت مجهوله او خليجيين بشكل عام. لكن صراحة يعني يوم جيت هنا وشفت التنظيم وشفت الشركة وترتيبهم للفنادق للجولات السياحية جميلة. طبعا مريشوس عبارة عن متكون بركاني فيها تنوع ما بين جبال وشلالات وأنهار وحيرات، فيها ثروة سمكية رهيبة، فيها تنوع من الطيور والكائنات الحية. طبعا زي ما خبرنا الشباب هنا ان يعني ان ما فيها حيوانات سامه وضاره، ما فيها حيوانات يعني مثل الاسود مثل العقابات، جزيره يعني طبيعيه وجميله جدا. طبعا يعني كان ترتيب الشركه، كان ترتيب السياحه مع الشركه هذه يوميا، كل يوم مكان والاخر مكان ثاني، يعني كل ما اروح مكان ثاني يكون اجمل من اليوم اللي قبل صراحه. ودوني هنا حديقة الحيوان، ودوني هنا على شو اسمه الغواصة، وعلى أماكن طبيعية كثيرة جميلة جدا، وعلى طبعا عندهم هنا نوعية ثانية من الدبابات البحرية يسمونها السي كارت. السي كارت هذه طبعا ظهر منذ خصيصا هنا في مريشوس وبعض أماكن دول العالم، صنعتها الشركة تصنع دبابات بحرية للشركة للجزيرة هذه والجزر الأخرى اللي يطلبها. كانت رحلة جميلة جدا، دبابة بحرية يعني ما مهما تلف وكذا ما ينقل. كانت صراحة رحلة جميلة جدا، ترتيبها طريقة ترتيب الجدول والتوقيت كانت ممتازة. السائقين كلهم ما شاء الله تبارك الله كانوا على موعد دائما، ومحل ما يعني دائما نطلبهم التوقف في مول، في مثلا بقالة، في شيء على طول يكون يعني طلب المجاب. صراحة الشركة هاي شركة جميلة، خلتني اكتشف مريشوس بشكل يعني ما كنت اتوقعها صراحة، تفاجئني حتى انا والاهل معايا ما كنا ابدا نتوقع مريشوس بالشكل هذا. ان شاء الله ما راح تكون اول زيارة لي مريشوس هنا، ان شاء الله راح يكون ان شاء الله زيارة اخرى. نشكر القائمين عليها، مدير الشركة والاخ المترجم محمد اسماعيل ومدير الشركة قمر الدين، ويعطيكم العافية. شكرا لكم على هذه الرحلة الجميلة، بصراحة كانت إجازتي غير متوقعة، الأماكن كلها غير متوقعة، مريشوس فاجأتني صراحة بجمالها وطيبتها. شكرا لكم.